الله يستر. ابراهيم البنداري بعت لي العربيه على حسابه في 5 دقايق ياخد الكلب. في 5 دقايق بعت لي، ده مش اول حاله ابراهيم البنداري. تعالي يا اختي. وايه نيرو يتعقم ويتعمل له حشرات ويتعمل له كل يا لهوي كل ده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اشكرك يا ابراهيم يا بنداري، اشكرك اشكرك اشكرك. بعت لي العربيه على حسابه في 5 دقايق ياخد الكلب ومشي. وهاني المحترم ده، ده بقى البيج بوس بتاع المعادي في ايه؟ في السيطرة على الحيوانات. هو ده فتح محلات هنا، بس تخيل ساب محله واكل عيشه وماله وحاله عشان يجيب الكلب ده. هو اللي بلغني بيه الراجل المحترم ده. واي حد عنده مشاكل في الكلاب، لو عندها جرب او مشاكل او حاجة يكلمه. بيشتغل لوجه الله وبيشتغل للكلاب برضو بتاعت البيوت، ما بياخدش غير تكلفة العيال. اشكرك 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 يا عم هاني، اشكرك يا هاني، اشكرك 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 يا هاني. مش عارف اشكرك ازاي يا هاني. هاني في ميدان العرب في المعادي، هسيب لكم نمرته لو حد عنده مشاكل. بيراعي ربنا في كل حاجة.